السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ داير 11 متر للبيع. الداير اول قلبة فيه 3 متر وبقية القلبات 2 متر. بص احنا هنطلع واحدة واحدة كده مع بعض. كل خشب الله اكبر عليه نضيف، كله كان خشب خرسانات ومعمول يا باشا ملموم بالحتة حاجة كده. بسم الله ما شاء الله. بس يا باشا اهوت الدايرة اهوت معانا واحدة واحدة كده. يا باشا خشب في النص اهوت داير 3.5 × 4 والداير فوق 5 × 5 زي ما انت شايف. وشايف خشبه بسم الله ما شاء الله. استر يا باشا انضف حاجه النضارة بتاعته. بص يا باشا الداير اللي هو بعوده معمول اسكندراني الله اكبر عليه، موجود في 25 باب ديكور 40 × 45. طبعا الداير متبهدل عشان خاطر بقالي فترة ما طلعوش، ودي الأراضي بتاعت الوش والدواليب بتاعته. الدار بتاع الله اكبر ان شاء الله. الداير عامل 25,000 جنيه للي يلزمه، اللي محتاجه هكتب لك الرقم تحت اتصل بينا. عامل 25,000 جنيه واللي هيجي ياخده يفكه من مكانه. النضارة بتاعته كشك صغير زي ما انت شايف. الأرضية معمولة كلها خشب طويل وحتة قصيرة قصتها، نفس النظام هنا اهو، خشب طويل وحتة قصيرة قصتها. كل الدار عود بعوده. وأي صور ولا أي حاجة كلمنا على الواتس هبعتلك صور الدار من بره. 25,000 جنيه اخره.